في الحقيقة الجميع في الوسط الثقافي بيتحدث عن قصة المسارح المتنقلة وإزاي هي قدرت إن هي تحقق طفرة وتنقل ما يحدث في العاصمة والمدن الكبرى إلى صعيد مصر والقرى في الدلتا. امبارح سلمت وزارة الإنتاج الحربي 8 مسارح متنقلة جديدة إلى وزارة الثقافة تمهيدا لإطلاقها لخدمة قرى حياة كريمة علشان تنضم لمنظومة المسارح اللي ما زالت موجودة بالفعل في أقاليم مصر. خلينا نشوف ما يحدث من خدمات من خلال هذه المسارح ونرجع مرة تانية لحضراتكم. في إطار التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الثقافة تم تسليم الدفعة الثانية من المسارح المتنقلة، وده لإرسالها لقرى ونجوع مبادرة حياة كريمة لنشر الوعي وتحقيق العدالة الثقافية. المسارح دي حقيقي هي فكرتها كويسة جدا، وطبعا بنشكر صاحب الفكرة الأصلي لأنه ده بيوصل خدمة لمواطن ومكان كان صعب يصل إلا بالطريقة دي. فده دخولنا فيه أولا كان أهم حاجة لينا وزارة الإنتاج الحربي بتدخل فيها إن يبقى فيه تعميق للتصنيع. الحاجة التانية إن نقدم خدمة للمواطن، والمرحلة التانية من المسارح دي ضمن حياة كريمة بتوصل خدمة بقى إذا كانت مسرح، مكتبة، أي نوع من أنواع الخدمات بالفكرة دي، هي حاجة مشروع كويس قوي. ووزارة الإنتاج الحربي دايما بتدور وبتبحث عن تعميق الصناعة وحل أي مشكلة تصب في الآخر في مصلحة المواطن. التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الثقافة بدأ مع المرحلة الأولى من إطلاق المسارح المتنقلة. الفكرة دي كان الهدف منها وصول فن المسرح وفنون المسرح بشكل عام إلى المناطق المحرومة من الخدمة الثقافية نظراً لبعدها، صعوبة الوصول إليها، عدم وجود منشآت ثقافية موجودة في هذه المناطق. فكانت العربيات المتنقلة، فكرة المسارح المتنقلة على عربيات، بتسهل الوصول لهذه المناطق. وزي ما شفنا كده في العرض اللي اتعمل، بيبقى في العربية عليها كل التجهيزات وبينصبوا المسرح بتاعهم في القرى والنجوع اللي بتشتغل فيها مؤسسة حياة كريمة. التعاون بيشمل تنفيذ 8 مسارح متنقلة وتجهيزها بكل ملحقاتها عشان تقدم الفنون المتنوعة من عروض سينمائية ومكتبات متنقلة، ده غير ورش الحكي وتعليم الحرف التراثية. الموضوع بدأ إن إحنا كان عندنا 6 مسارح متنقلة تم إنتاجهم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، الهيئة القومية للإنتاج الحربي. الست مسارح كانت عبارة عن 6 مسارح منتشرة في قرى مصر وقرى مصر والمناطق النائية والمحافظات الحدودية. اشتغلنا فيها من أنجح المشروعات اللي تمت في وزارة الثقافة، اشتغلنا فيها مسرح، اشتغلنا عليها فنون تشكيلية، اشتغلنا عليها فنون شعبية، اشتغلنا عليها فرق موسيقى عربية، اشتغلنا عليها بالتعاون مع قطاعات وزارة الثقافة عرضت عليها المختلفة من الأوبرا، من قطاع الإنتاج الثقافي، كل القطاعات اتعاونت معنا واشتركت معاه ولفينا بها ربوع مصر كلها معظمها. احنا كان عندنا 6 مسارح تم توزيعهم المرحله الاولى لكل اقليم ثقافي كان في وحده متنقله، مسرح متنقل اشتغلت كويس جدا. كان في حاجات احنا حبينا نعدلها المرحله الثانيه من نجاحنا في حياه كريمه. المرحله الثانيه في حياه كريمه بدانا جالنا دعم من الدوله ان احنا ننتج 8 مسارح متنقله بمبلغ من حياه كريمه. تعاون مستمر بين مختلف أجهزة الدولة بهدف استثمار العقول وبناء الإنسان إلى جانب إثراء الحياة الإبداعية، وده عن طريق الوصول بالمنتج الثقافي للمناطق الأكثر احتياجاً. جيرمين إبراهيم، صباح الخير يا مصر.